وانا بكلمك على منتخب مصر اروح بيك للنادي الاهلي، اروح بيك للنادي الاهلي، النادي الاهلي اللي انا قلت لك امبارح بالليل ان كابتن محمود الخطيب صرح لاحد الاصدقاء المقربين منه ومني شخصيا انه مسافر على مع الى الامارات العربيه بعد ما قالوا انه هرب ومش هرب والكلام الخايب ده، وهيسافر معاه كمان ياسين منصور وكده بعد ما حضر فرح عصام نجل رجل الاعمال والمهندس المحترم ابراهيم العرجاني، وقال له خلاص يا عم انا مسافر، خلاص البروفيسور كشف عليا واطمنت على نفسي ومسافر، مفيش حاجه اسمها في النادي الاهلي اسمها هروب، الهروب ده يبقى في حته تانية، قطع النور ده يبقى في حته تانية، سب الناس لبعضها يبقى في حته تانية مش عندنا. فالكابتن محمود الخطيب مسافر باذن الله تعالى، هيسافر ايضا او هيلحق بيهم ياسين بيه منصور شركة الكورة، والدنيا هتبقى زي الفل باذن الله. مفيش حاجة اسمها رئيس نادي يهرب من يدعم فرقته. ليه بقى؟ عاوز اتكلم معاكم كورة كورة. النهاردة مونتيري المكسيكي مش كامل العدد، زيه زي الاهل، كان غايب عنه خمسة رجع له واحد، واحد اللي رجع له اللي هو مورينيو، رجع بعد ما خد انذارين قدام جامايكا وقدام كوستاريكا وما لعبش مباراه بنما اللي اقيمت اليوم فجر الخميس. لكن في اربعه غايبين عندهم مباريات اخرى، سيزار مونيتيس، لويس رومو، خيسوس جيراردو، روجيريو فونيس موري، اربعه غايبين. فبالتالي ما بقول ده ليه؟ بقول ده عشان الناس ما تبقاش محبطه من جمهور النادي الاهلي، لازم كله دعم فرقته ويساندها خاصه في ظل الاخبار الايجابيه الحلوه. النهارده محمود متولي الحمد لله شفاه الله وعافاه ونزل التدريب وحضر التدريب واصبح جاهز للمشاركه في المباريات، القرار لمستر بيتسو موسيماني. بدري بانون بتعمل له تشيك طبي كامل عشان يطمنوا عليه عشان يشوفوه ويبدا ينزل التدريب ويشوفوا ايه اللي عنده وايه الحكايه والروايه، وبدا التشيك الطبي ده في ابو ظبي، والاخوه الاماراتيين اعظم اهتمام بالنادي الاهلي وبنادي الهلال وبكل البعثات اللي موجوده وعاملين شغل زي الفل زي الفل مع كل البعثات. حاجه الثانيه حسام حسن بيعملوا له اختبار طبي وبالتالي هيبقى كويس باذن الله وهيبدا يبقى موجود قدام مونتيري المكسيك. بقول لك ده ليه؟ مش عاوز اقعد انا اقول لا ده الاهلي رايح من غير طب ما هو رايح التاني من غير الدوليين، ما هو غايب من عنده اربعه برضه واربعه مؤثرين ومهمين، كان خامس واحد خد انذارين وجه بيرسي تاو خد حقنه وبيكشفوا عليه صعب يلحق المباراه الاولى، لا صعبه صعبه، لكن المهم انه بتعالج والدنيا جايه والدنيا جايه، لكن انت لازم يبقى في تفاؤل بالنادي الاهلي ولازم يبقى في دعم من النادي الاهلي ولازم الجاليه المصريه العظيمه اللي موجوده في الامارات العربيه الشقيقه وفي الخليج وكل ده يساند النادي الاهلي في مباراته يوم السبت باذن الله وفي مواجهته امام مونتيري المكسيك. لازم تشحذ الهمم وترفع المعنويات وتشد من اللعيبه، مش عاوز انا الناس تبقى رايحه يقول لك اصل يا عم احنا رايحين من غير الدوله، طب ما هو رايح جاي من غير الدوليين، هو موسيماني هيحبطكم كلكم؟ لا طبعا، لازم الاهلي يلعب من اجل الفوز وعنده عناصر مهمه. لما اجي احط لك تشكيل الاهلي اقول لك علي لطفي واقول لك محمد هاني اللي لعب كاس العالم اللي فات وكسر الدنيا قدام بايرن ميونخ، واقول لك هناك محمود وحيد علي معلول سوري ومحمود وحيد على الدكه، قلبي دفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيع، وقدامهم ديانج وعمار حمدي، وحط بقى عندك في الشق الهجومي كتير، عندك وليد سليمان وعندك طاهر محمد طاهر وعندك الشحات وعندك الدنيا بحالها وعندك قفشه وعندك الدنيا بحالها، فبالتالي عندك تشكيله كويسه، مش بلاش الاحباط اللي البعض بيصدره والياس ان اصل الاهلي رايح ومن غير الدوليين وهيشيل كتير، لا لازم تلعب ويبقى في روح، وهو ده اللي خلى كابتن محمود الخطيب يصر على الصفقه، لا ما ينفعش الاهلي يشارك في مونديال زي ده ويبقى انت رايح ده في شرف او رايح تشيل وتيجي، لا هتقارن نتائجك بنتائج الهلال السعودي وبنتائج الجزيرة الامارات وبمشاركاتك انت المتعددة مفترض تكون نتائجك افضل من اللي فات، مش انك انت تبقى رايح ضيف شرف، لا. فبالتالي كابتن محمود الخطيب مسافر ما بيهربش من حاجة، عيب لما نقول كلام زي ده من بعض الاصدقاء وبعض الزملاء، بيبو ما بيهربش، اصل بيبو خايف ومرعوب ان النتائج هتبقى وحشة وما يحبش يروح لا ازاي، ده يروح ويرفع المعنويات ويشد من ازرهم وينافس، لازم دي رياضة، قدم افضل ما لديك وفي الاخر النتائج بتاعت ربنا، لكن هم ناقصهم اربعه والخامس رجع انضم ليهم اللي هو مورينو، لكن في كل الاحوال ما ينفعش ده، ودعم الجمهور ده شيء مهم جدا جدا جدا. وعاوز اقول لك على حاجه، النهارده مثلا وفد من الفيفا عشان تعرفوا قيمه النادي الاهلي وعظمته راح قابل خالد مرتجي، بتشتكوا من اي حاجه؟ قال له بنشتكي من اي حاجه ايه؟ ده انتوا ما فيش عندكم احترام لمواعيد البطولات مع بعضها، ده انت جايبني وعندي بطوله بتتلعب ومنتخب مصر بيشارك فيها وجاي من غير الدوليين، كان يجب ان يكون هناك تنسيق بين كل الجهات
وبين كل الأندية. انتم ركزتم فقط على حل مشاكل تشيلسي الانجليزي، كده معناها انك انت مع اوروبا وما لا تهتم ولا تبالي بافريقيا ولا امريكا الجنوبيه ولا بالوسطى ولا باي حاجه تاني. فبالتالي ده موضوع في حاله من الغضب لدى المسؤولين في النادي الاهلي ولدى المسؤولين في الاتحاد الافريقي لكره القدم، لان ما كانش فيه احترام لممثل افريقيا وهو النادي الاهلي. وبالتالي حضر مع خالد مرتجي سمير عدلي، وحضر ايضا حنان الزيني اللي هي خبيره اللوائح الدوليه وهكذا. فبالتالي نقلوا رغبتهم استياءهم من ده، ونقلوا ان ده ظلم شديد جدا، وعنفوا الوفد الاتحاد الدولي لكره القدم، وقالوا ان ده بيلغي مبدا مهم في كره القدم وهو مبدا تكافؤ الفرص. خلاص بقى جاي مبدا تكافؤ الفرص بين كل الناس، ما في فرق جايه كامله بغض النظر ان مونتيري هيلعب بدون اربع دوليين، لكن المساله صعبه للغايه. وخالد مرتجي عبر عن غضب النادي الاهلي من هذا الامر. خلي بالكم المعنويات مرتفعه لدى اللاعبين، كل واحد عنده قدره على اثبات الذات. عمار حمدي قعد مع موسيماني قال له بقول لك ايه يا عم موسيماني، اديني فرصه في البطوله للدنيا غايب. عمار حمدي لما يلعب جنب ديانج هيكسر لك الدنيا، وقدامهم قفشه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان، وعندك وحسام حسن ربنا يشفيه ويعافيه، وعندك الدنيا كبيره والدنيا مليانه لعيبه وكل حاجه. كان انا شخصيا، وعندك ميكاسوني، عايزين نشوف ميكاسوني ده اللي جايبه لنا الاستاذ موسيماني وحرم، نشوفه في الملعب بيعمل ايه، مش كويس بالسلامه. ما في صفقات كده مشمومه الجمهور مش مقتنع بيها. لكن في كل الاحوال لا، الخطيب ما بيهربش، والخطيب مسافر عشان يدعم فرقه النادي الاهلي وعشان يساندها في هذا المعترك المهم. وانا فرحت جدا ان محمود متولي رجع. محمود متولي بدل بدري بانو، ولاعيب عاقل ولاعيب متزن ولاعيب موهوب، ويا رب يكون علاجه في قطر الشقيقه فتحت خير عليه وربنا يعافيه ويحفظه باذن الله، ويبقى مكسب كبير جدا 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 للنادي.